خليني اقول لك ان في 21 انت تخطيت كل المنتخبات القويه، انت تخطيت كوت ديفوار، تخطيت الكاميرون، تخطيت المغرب، وصلت للسنغال، فانت كل الفرق المرشحه انت لعبت قدامها وكسبتها باستثناء السنغال طبعا، انت وصلت معاه لضربات الجزاء. ضربات الجزاء يعني كان مظبوط طبعا الـ يعني سوء الحظ هو اللي خلاك فقدت البطوله، انت كان ممكن تكسبها في الاخر. بس اللي انا عايز اقوله يا كابتن احمد، شفت المجهود اللي اتبذل ده كله، صحيح، وان انت وصلت لبطولتين نهائي ولعبت البطوله اللي كانت في مصر وخرجت منها. عارف لو كان المنتخب فاز في ضربات الترجيح وخد البطوله، احنا نبقى قاعدين ان احنا ابطال افريقيا. مظبوط. الناس بتفتكر البطوله، ما مظبوط بتفتكرش انت مظبوط. مهما بذلت ومهما عملت في الاخر لما البطوله بتروح منك، حتى لو وصلت للنهائي في الاخر الناس عايزه اللقب. اللقب ده هو اللي مخلينا النهارده لغايه النهارده الجيل بتاعنا جيل ذهبي، لان خد ثلاث بطولات ورا بعض متتاليه، ما فيش منتخب في افريقيا عملها. فاكر الاجتماع ليله النهائي لما بتوصل كنا دايما بنقول ايه؟ احنا كنا انا دايما بقول ايه؟ التاني زي ال 16، كان لسه دايما وقتها 16 فعلا منتخب. فعلا احنا فالتاني الناس كنت بتفتكر بتجيب دايما، نتقعدنا وكنا بنقعد صحيح. وكل الكباتن، انا افتكر عمري ما انسى يا كابتن احمد، احنا كنا دايما اللي مخلينا روحنا كانت عاليه جدا، احنا كنا بنلعب بقلب واحد، اللي صحيح كان بيقعد كان بيبقى اهم من اللي بيلعب، صحيح. عشان كده دايما اللي كان بينزل بيكسب. يعني انا في ماتش مظبوط الكاميرون انا كنت قاعد بره، نزلت مظبوط كسبت. احنا في بدايه البطوله انت كنت قاعد بره، ابو مظبوط تريكه كان قاعد بره، صح. جده في 2010 كان هو اللي بينزل يكسبنا كل ماتش ويجيب جون كل ماتش، صحيح. فالروح مهمه جدا. وكنت انت او اللعيبه كنا بنيجي نعمل الاجتماع بتاعنا اللي قبل ماتش النهائي، بنبقى احنا قعدنا اسبوعين او ثلاثه في البطوله وبنيجي خلاص النهائي بكره بنجتمع، وكنا بنقعد كده في الاوضه اللي كنا بنقعد فيها، كانت بتبقى اوضه انا فاكر اوضه ما بيبقاش فيها اي فرنتشر ولا اي حاجه خالص، فبنقعد فيها مترصصين كلنا زي دايره كبيره، بس كنا قاعدين كده على الاطرف وقاعدين كده دايره، وكل واحد عنده كلمه بيقولها، فبنعدي واحد ورا التاني وكل واحد بيقول اللي نفسه. صحيح. كنت انت دايما كلامك، انا فاكر الجمله اللي انت قلتها فعلا، ان احنا وصلنا للنهائي، كل المجهود اللي بذلناه في الاسبوعين اللي فاتوا لو ما خدناش البطوله التاني زي اللي مشي من اول يوم، زي اللي ما جاش البطوله اصلا. صحيح. فاحنا كنا بنبقى نازلين عشان الهدف بتاعنا ان احنا فعلا البطوله دي رايحين ناخدها. وهعلق بقى على النقطه الاخيره اللي قلتها بعد الروح، الروح كانت مهمه جدا، والروح مش ان نلعب بطوله قويه، الروح لغايه اخر لحظه ان نلعب البطوله كلها واجي في الماتش النهائي ما كسبوش، يبقى انا كل الروح دي ما كانش ليها اي لازمه. النقطه بقى الاخيره مهمه جدا جدا جدا، ودي من وجهه نظري احنا لازم نفتخر بيها اول حاجه، وتاني حاجه لازم نستغلها. واستغلالها اي منتخب بيبقى عنده لعيب بحجم محمد صلاح عالميا بيدي هيبه لاي فرقه بتيجي تلعب منتخب مصر، زي ما مثلا انت بتلعب البرتغال فالهيبه بتاعت رونالدو كريستيانو. كل الفرق مظبوط. البرتغال كريستيانو، فهيبه كريستيانو بتعمل توتر للفرق كلها ان عندهم حد بحجم كريستيانو، نفس الكلام صحيح. في الارجنتين ليونيل ميسي. مظبوط. فاحنا عندنا حد بحجم محمد صلاح وبقيمه محمد صلاح وبالحته اللي بتدي لنا ايدج قوي جدا وقوه جامده. مظبوط. لازم بقى احنا كلاعيبه، لو انا بتكلم بقى انا لعيب من الفريق وعندنا الفرقه كلها، لازم الحته دي نبني عليها ان احنا كمان يبقى كلنا محمد صلاح، يعني الفرقه كلها يبقى اللي بينزل في الملعب. اي فرقه بتيجي تلعب مصر بتلعب 11 محمد صلاح مش واحد بس، يعني لو العبء كله هيبقى على صلاح لوحده مش هيعرف نعمل حاجه. يعني انت عايز تقول ان احنا عندنا هيبه المنتخب المصري زي ما انت مثلت، وانا عجبني التشبيه جدا، ان مصر هي برازيل افريقيا، وهيبه مع هيبه محمد صلاح ان واحد يعتبر دلوقتي من اهم خمس لعيبه في العالم، فلازم نستغل الجزئين دول، ان الهيبه دي قدام الفرق يبقى صح. الفرق نازله، احنا عارفين ان ما يبقاش التركيز ان صلاح لوحده، لا احنا لازم ندي لهم زي وورنينج كده او الارم ان المنتخب كله صلاح، احنا صحيح. كلنا 11 صلاح في الملعب، لان صحيح. البطوله دي مش هتبقى صلاح، البطوله دي هتبقى منتخب مصر. عارف يعني هيبقى معانا بعد شويه طبعا الصديق العزيز وناقدنا احمد فوزي هيبقى معانا بعد شويه هيشرح لنا انما على منتخب موزمبيق وقوه منتخب مصر والكلام، انما خليني اقول لك اني كل البطولات اللي فاتت زيدان يمكن المنتخب كان بيفتقد للحلول، انما البطوله دي انا شايف ان المنتخب عنده بقى وجد عنده حلول كتير دلوقتي. يعني بتتكلم على صلاح، بتتكلم على تريزيجيه، على مرموش، على احمد فتوح، مصطفى على محمد، امام عاشور، على مصطفى محمد. يعني اقصد ان الناحيه الثانيه بقى في ممكن محمد هاني او عمر كمال عبد الواحد، يعني اقصد ان من البطولات القليله اللي بقى فيه حلول بقت موجوده عندك دلوقتي في المنتخب. عارف يا كابتن زي ما انت قلت فعلا، عارف لو المنتخب فاز ببطوله من البطولات اللي فاتت كنت هتحس انها يعني مع المجهود والروح، بس هتقول انها جت كده ليه؟ لان فعلا ما كانش في الحلول اللي انت تقول عليها. صحيح. النهارده مع شكل المنتخب اللي بنشوفه
والكيمستري اللي بقت موجوده بين اللعيبه بعضها، صلاح مع تريزيجيه ومعاهم حجازي ورا، والتفاهم اللي بينهم في نص الملعب، وعندك النني وعندك عمر مرموش بره، وعندك زيزو، وعندك مصطفى محمد دلوقتي فرض نفسه. احنا كان عندنا مشكله جامده جدا في اخر مثلا 4-5 سنين في الحته الهجوميه، ما عندناش مهاجم قناص مش بيجيب بس جوان، لا كمان بيصنع. احنا في وقتنا بطوله 2008 عماد متعب ما جابش ولا جون في البطوله، بس كان من اهم اللعيبه اللي لعبت البطوله دي. طبعا 2010 متعب جاب جونين تقريبا، او مش فاكر جون ولا جونين، بس كان من اهم. احنا رحنا بطوله 2010 وتفتكر ما كانش معانا مهاجم غير انا وعماد متعب، وانا ما بلعبش مهاجم صريح، عماد متعب وانا بلعب تحته شويه، ومعانا المهاجم البديل جده اللي ما كانش جاي نجم منتخب مصر، وكان لسه اول ظهور ليه في البطوله، وفرض نفسه في الكره المصريه جدو. وفي منتخب مصر ده احنا كسبنا البطوله. جده رحنا ده كان رجعنا، الناس كلها بتقول جده، ما كانش حد يعرفنا، كان الناس كلها نسيتنا. والمعسكر الاخير جده ماشي من المعسكر، وما كانش هو كان جاي معانا في المعسكر اللي كان في ابو ظبي تقريبا، او كان في كان في ابو ظبي. لا كان في دبي 2008 لعبنا مالي الماتش، لعبنا مالي في دبي، ورجعنا وطلعنا من مالي. المفروض جده هو كان جاي معانا في المعسكر عشان العدد كبير، وبعد كده بيبعد تقريبا 8 لعيبه او 7 لعيبه، التوقع كان جده اللي هيبعد، جه معانا وكسب المنتخب. الحاجات دي بقى ترجع لنا فيها، وانا اقول لك بقى اللي فيها ايه، مين اللي موجود ومين اللي ما كانش موجود طبعاً. ومين اللي كان هيبقى موجود ومين اللي مشي.